الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا والفقره الطبيه الاسبوعيه في برنامج اخر النهار. النهارده حمله سلامتك، حمله توعويه برعايه شركه ميرك، هتناقش تاخر حلم الامومه، تاخر الانجاب عند اي زوجه. طبعا ده يعني اول حلم بيراودها اول ما بتتجوز، بالاضافه للضغط المجتمعي حواليها، لسه ما فيش حاجه ممكن توصلها لدرجه من التوتر عاليه جدا. احنا النهارده المفروض جايين نوعي كل زوجه قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، ونقول لها او نكلمها عن اسباب تاخر الانجاب وايه اللي ممكن تعمله في حالتها. بيشرفنا دكتور عبد الحميد احمد عبد المقصود، دكتور نساء والتوليد وعلاج العقم بكليه طب القصر العيني. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. طبعا بيجي لك ستات كتير او زوجات كتير في بدايه الزواج بيبقوا قلقانين جدا من فكره انها تاخرت في الانجاب. خليني اقول حضرتك اول ما بتشوفها بتقول لها ايه اسباب تاخر الانجاب، ولا بتقول لها اهدي، ولا بتقول لها ايه؟ خلينا في البدايه اعرف الستات واعرف حضرتك امتى نقول تاخر انجاب. تمام. يعني يا ست دلوقتي اول ما تجيلي، ساعات في ستات بيقول لي بعد الجواز بشهر، يقول الدوره جت، بشهرين يقول الدوره جت، ده مش تاخر انجاب. تاخر انجاب لو عدى سنه كامله 12 شهر والست ما حملتش، يبقى في الحاله دي الوحيده اللي نقول فيه الانجاب تاخر. في استثناء من الحاجات دي. ايه هو؟ لو الست سنها 35 سنه او اكتر، تمام، دي مش هستنى سنه. طبعا. لو الست في قصه ان هو الدوره ما بتجيش او الدوره مش منتظمه، مش هستنى سنه. من وهي بنت، من وهي بنت قبل الجواز او بعد، واخد بال حضرتك؟ لو حللت سائل المنى والسائل المنى وفي حاجه مش مظبوطه، برضه ما استناش سنه. لو في ست جات له في قصه، وانا باخد الهيستوري منها، ان جالها التهاب في الحوض مثلا او كده، دي برضه لازم ابدا معها، مش هستنى سنه. تمام. يعني تاخر يساوي سنه كامله زواج متكامل. طيب، يعني اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي وعدت ال 35 تبتدي تروح على طول. لازم طبعا. طيب، مين اللي تقول لها لا ما تجيش غير بعد سنه؟ الست جات لي طبعا بتقول لي انا عايزه اخلف. جوزها معاها، مفيش سفر، جواز متكامل لمده 12 شهر، كل شهر ليه نسبه حمل. تمام. كام في الميه؟ يعني تقريبا من 10 ل 15%. ده للناس الطبيعيين خالص، للناس الطبيعيين اللي ما عندهمش حاجه خالص. طيب، نسبه حدوث حمل في واحده متجوزه هي وجوزها مقيمين مع بعض 12 شهر 85% تحمل. 85%؟ تحمل بدون تدخل، بدون كشف، بدون العرض على طبيب. تمام. لو عدى 12 دوره او 12 شهر ما حصلش فيهم حمل، يبقى هي دي ال 15% اللي هنبدا معاهم شغل. حتى لو هي في العشرينات او في بدايه العشرينات، حتى اتفقنا ان هي دي اقل من 35 سنه. تمام. نبدا معاها شغل. طيب، عشان يحصل حمل ايه اللي هيتم؟ عشان يحصل حمل فيه بويضه بتطلع من المبيض. تمام. وفي حيوان منوي يوصل للبويضه يلقحها عشان تبقى جنين. واخد بال حضرتك؟ ايوه. لو البويضه ما طلعتش يبقى ده سبب تبويض. واخد بال حضرتك؟ لو البويضه طلعت، البويضه عشان يحصل حمل البويضه بتطلع بتقع في الحوض بتاع الست، بتروح عن طريق الانبوبه تتخصف في الانبوبه، يقابلها حيوان منوي في الانبوبه يحصل اخصاب، عشان يحصل حمل تاخد يعني رحله من الانبوبه لغايه ما توصل للرحم، تتزرع في الرحم، يبقى دي حمل. ايه السبب في الحاجات دي؟ يا اما سبب في التبويض، يا اما سبب في الانبوبه، يا اما سبب في الرحم نفسه، يا اما سبب في الحيوان المنوي. تمام. واخد بال حضرتك؟ طب انا قلت الحيوان المنوي مبدئيا عشان يوصل للبويضه فيه رحله من اول ما يوصل ما يتحط في المهبل بتاع الست لغايه ما يوصل للانبوبه عشان يلقح البويضه، ده حوالي 17 سم تقريبا، رحله شاقه بالنسبه له. واخد بال حضرتك؟ يقابل البويضه لو قعدت 24 ساعه من غير ما يقابلها حيوان منوي بتموت. تمام. ما بتستناش. البويضه عشان تطلع وتوصل في تتلقح في البو في الـ في الـ في الانبوبه، ناس كتير جدا ما تعرفش ان الحمل بيحصل في الانبوبه. ايوه. بيتهيألها ان البويضه طلعت من مبيض هتتلقح في الرحم. البويضه بتطلع من مبيض بتوصل، ربنا خلق للست مبيض يمين ومبيض شمال. واخد بال حضرتك؟ انبوبه يمين وانبوبه شمال.
المبيض جنب الانبوبه، والانبوبه كده عامله كده هلب فوق المبيض عشان تاخد البويضه وتوصلها للانبوبه. اي مشكله في الحاجات دي في الطريق ده ممكن ما توصلش الانبوبه. تمام. طيب ايه لو قلنا الست ما بتطلعش بويضه، ايه السبب؟ اسباب كتير جدا. ايوه. اهم سبب ان البويضه ما تطلعش بطريقه منتظمه تكيسات موبايل. تكيسات الموبايل. في بنات كتير يعني بيجي لهم بيعرفوا قبل الجواز ان دي عندها تكيس مبايض. تكيسات المبايض دي قصه كبيره جدا. بتتولد مع البنت. يا. بيبقى سببها اصلا حاجات كروموزوميه مولوده بيها. واخد بال حضرتك؟ فلو قلنا ان عدم تبويض 90% من عدم تبويض البنت او الست تكيسات مبايض. تمام. حاجه ثانيه ان الست اصلا ما عندهاش حويصلات. الحصاله بتاعتها او المخزون بتاعها خلص. يبقى المخزون مش موجود. سن كبير. ايا كان الرحم المبيض اتشال، خدت كيمو سيرابي، خدت اي حاجه. المبيض مش موجود. يبقى ده تاني سبب. في سبب ثالث مهم، ان السنتر اللي فوق في المخ اللي هي الغده النخاميه ما بتبعتش الهرمون اللي بيقول المبيض اشتغلي. يبقى ده سبب ثالث. واخد بال حضرتك؟ البويضه ما طلعتش باي سبب من دول، يبقى كده التبويض الشق التبويض هو السبب. طب نفترض البويضه طلعت. البويضه بتطلع بتترمي في الحوض بتاع الست. بتاخدها البويضه. بتاخدها الانبوبه. نفترض الحوض بتاع الست فيه التهابات مثلا. الالتهابات دي ايا كان السبب، في حاجه اسمها بطانه مهاجره مثلا. بتعمل نوع من الالتهابات تاثر على الـ على الـ على الرحله دي. ما كانش فيه التهابات والبويضه وصلت الانبوبه مسدوده مثلا. واخد بال حضرتك؟ يبقى اصبح خط سير البويضه ما وصلش الانبوبه. مصحيح الحمل مش هيحصل، هيتاخر. البويضه وصلت الانبوبه وما اتخصبتش. تمام. طيب هل دي معلومات الـ يعني السيده لازم تبقى عارفاها، ولا حضرتك مثلا ممكن تقول لها خدي كذا او اعملي كذا، خدي منشطات؟ يعني هل دي معلومات مفيده ليها انها لازم تبقى عارفاها؟ هو هقول لحضرتك السؤال ده احنا بنساله تقريبا كتير كل دوره. واحده بالطبع التبويض والبويضه طلعت. الست بتفكر ان كده حصل حمل. وتيجي الدوره تجي لها تقول لي طب انا انت قلت لي ان التبويض كويس. ما حصلش تبويض ليه؟ ما حصلش حمل ليه؟ اقول لها اسمعي القصه دي. واخده بال حضرتك؟ تمام. تشرح لها. البويضه عشان تتخصب لازم حيوان منوي يجي لها. طبعا. طيب انا عايز اسال بقى حضرتك، يعني في عوامل تانية؟ يعني طبعا احنا عارفين انه احيانا الانابيب بتبقى مسدوده، بتعملوا اشعه بالصبغه، التكيسات دي. ايه بقى التقنيات الحديثه في علاج الحاجات دي؟ وهل الست بتمر بمراحل علاج قبل ما تدخل بقى لمراحل التلقيح او الحقن المجهري او كده؟ هو طبعا البويضه المخصبه ديت البويضه بتقعد 24 ساعه مستنيه حيوان منوي. نفترض ما فيش حيوان منوي وصل. تمام. نكمل القصه. عشان يحصل حمل لازم حيوان منوي يوصل من المهبل عن طريق عنق الرحم، عن طريق الرحم. عن طريق الانبوبه عشان يوصل يخصبها. تمام. طب نفترض ما وصلش باي سبب، الراجل مش موجود. الانتر كورس المعدل بتاعه مش بالطريقه اللي هي يغطي الوقت ده. الحيوان المنوي تقريبا بيقعد من 72 ساعه لخمس ايام. البويضه 24 ساعه بتموت. نفترض كل حاجه سليمه والبويضه مش سليمه، قصدي الانبوبه مش سليمه. مش هتوصل البويضه المخصبه للرحم. مظبوط. دي طبعا لها اجراءات معينه بنعرفها بيها. البويضه المخصبه والانبوبه كويسه راحت للرحم لقيته مش مظبوط. في حاجه ورم ليفيه قافله تجويف الرحم. طيب يبقى احنا هنا عندنا الراجل والست لازم يعملوا مع بعض التحاليل سوا؟ يعني عشان تطمن، ولا بتاخد الست الاول تعمل لها، لو ما لقيتش فيها حاجه تقول لها يعني لازم الراجل يعمل تحاليل هو كمان؟ هو مبدئيا لازم استبعد الراجل الاول. لان الراجل بستبعده بتحليل. تحليل سائل المنوي اعرف منه كل حاجه. يعني كده كده لازم يعمل تحليل ده في البدايه. اول ما يجي لي يا ست جوزك يحلل. واخد بال حضرتك؟ لان تحليل بسيط هستبعد حوالي 50%. تمام. بسبب تاخر الحمل. واخد بال حضرتك؟ طيب عمل التحليل وطلع كويس. عند السلمه بقى. سلمه مع الست اطلعها. التبويض كويس ولا لا؟ ودي ليه علامات بتاعته. اكثرها دقه انتظام الدوره.
اكثرها دقه طبعا بالهيستوري التزام دوره بمتابعه بالاشعه التلفزيونيه من اول ما تجيلي ابدا معاها من اليوم ال 12 البويضه بتكبر قدامي، كبرت كبرت، جينا في اليوم ال 20 ما لقيتهاش، طلعت، يبقى التبويض خلاص كويس. مظبوط. واخده بال حضرتك؟ دي اول حاجه، اول خطوه حضرتك بتعملها. ده اول خطوه. البويضه كويسه، حيوان منوي كويس. الكلام ده بعمله طبعا بعد سنه. استبعدت ان كل حاجه كويسه. معايا؟ تمام. لان هو دلوقتي كل علاقه زوجيه ست عشان تحمل كل شهر لقطه. مش كل علاقه زوجيه بيحصل منها بيبي. فكل شهر لقطه. اديها الفرصه بتاعتها. اعمل بعد كده الانبوبه كويسه ولا لا؟ لان الانبوبه هي عباره عن حاجه معقده جدا. بترمي البويضه المخصبه للرحم. فاسيليا كده بتحركها كده من المكان ده توديها للرحم. واخد بال حضرتك؟ لو السيليا دي او التجويف ده بايظ بايا كان السبب، مسدوده او مسدوده او فيها التهابات او اي حاجه او البطانه ديت باظت، خلاص يبقى الوظيفه باظت. حتى لو عملت لها اشعه بالسبع تعدي الاشعه بس الوظيفه بايظه. البويضه المخصبه هتستنى مكانها، ممكن يحصل منها حمل خارج رحم في الانبوبه نفسها. تمام. واخد بال حضرتك؟ فالانبوبه كل الحاجات دي ليها علاجات يا دكتور خلاص دلوقتي، يعني الموضوع بقى اسهل بكتير من حاليا. دلوقتي مفيش حد ما بيحملش باذن ربنا طبعا. واخد بال حضرتك؟ اكثرها نتائج في الحمل بالحقن من جهاز الانابيب. لو الانابيب السبب، الحقن من جهاز بتبقى النتيجه بتاعته هايله. لان الرحم هو اللي بيتحكم بطريقه كبيره جدا في نتيجه الحمل بالحقن من جهاز. تمام. زرع الجنين. فلو الانابيب هي السبب، خلاص انا باخد الجنين بزرعه في الرحم. الست بتحمل، خلاص بعدت عن الانابيب خالص. طيب الحاله النفسيه يا دكتور بتاثر فعلا؟ لا، الحاله النفسيه ده قصه تانية خالص. طبعا بالذات في البنات المستعجلين قوي اللي هم متجوزين، عايزه تيجي عايزه الحمل يحصل على طول. هي بتبقى متجوزه، الدوره جت لها، تاني دوره جت لها، بتجيلي الدماغ في عينيها. فالحاله النفسيه طبعا بتطلع هرمونات معينه بتبوظ لها الهرمونات. بدليل لو بنت داخله الثانويه العامه ممكن تجي لها البيريود على باب المدرسه. واخده بال حضرتك؟ ايوه. بتطلع كورتيزون، بتطلع حاجات كتير جدا بتبوظ لها الهرمونات، صوره الجسم بتبوظ. بتبوظ هرمونات المبايض بطريقه مباشره. سامعين اهم حاجه دي بنتكلم فيها دايما يا دكتور، بالذات في الحاله ديت بنشوفها في اللي عندهم تكيسات. بلوه سوداء. يعني الحاله النفسيه بتاثر على موضوع التكيس جدا. بطريقه مباشره. طب التكيسات ايه احدث يعني طرق العلاج التكيسات؟ لان انا بشوفها كتير في بنات، وهل ليها علاقه مباشره بالتخن بالجسم، يعني زياده الوزن؟ هي التكيسات ده قصه كبيره جدا، وعندنا في مصر بقت منتشره بطريقه كبيره جدا. هي عباره عن متلازمه اسمها تكيسات المبايض. تكيسات المبايض السبب الرئيسي فيها ده حاجه وراثيه، البنت مولوده بيها. كانت عند جدتها، كانت عند مامتها، كانت ايا كانت. بيأثر فيها او بيظهرها عادات سيئه بيئيه موجوده في المكان. واخد بال حضرتك؟ يعني انا لو جبت واحده عندها تكيسات مبايض وراثيا عندنا، واحده ثانيه بره في اي مكان، حتى القصة متكاملة عندنا وبره مش متكاملة. أيوة. بمعنى ايه؟ اولا الست اللي عندها تكيسات دي مجموعة اعراض بتبان ليا وهي داخلة عليا في العيادة. لا، يعني حضرتك بتعرفها وهي داخلة كده؟ وهي داخلة، انا بعرفها في الشارع. دي جديدة في الشغل، اعرف اللي معانا في الشغل عندها تكيسات. لا لا، ازاي بقى؟ دي حقيقة. ازاي؟ الشكل طبعا حاجة كلينيكال. توزيعة الجسم وتوزيعة الدهون غير الاماكن اللي هي موجوده في الست الطبيعيه. واخده بال حضرتك؟ بتبقى اوفر ويت طبعا، ميزان زايد. بيبقى عندها حاجات في الجلد، حاجات في الجلد في اماكن معينه غامقه او غير الجلد الطبيعي. بيبقى عندها شعر في اماكن المفروض ما يكونش فيه الشعر، في الميد لاين وفي الدقن او في الشنب. هل هرمون الذكوره بيبقى عالي عندها؟ هرمون الذكوره طبعا وحاجات تانية كتير. لو شفتها كده بس انا اقول الست دي بنسبه 90% عندها. بس ما اقدرش احلف اقول عندها. غير طبعا بالتحاليل، غير ببقيه الحاجات. بقيه الحاجات اللي هي اشعه تلفزيونيه. ادخلها طبعا اشعه تلفزيونيه مش من على البطن. لو بنت اشعه تلفزيونيه من على البطن، ست لازم مهبلي. اشعه تلفزيونيه مهبليه. تمام. واخده بال حضرتك؟ اشعه مهبليه بلاقي عقد جوه.
المبيض بتاعها عباره عن عقد فيه كله 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 حويصلات كده في البريفري بتاع الاوفري زي العقد بنشبهه بالعقد الست بتشوفه كده. بنكمل المنظومه دي بتحاليل وتحليلين مش تحليل واحد. في ناس بيجي لي تحاليل اللي اتش بس يلاقوه عالي يقولوا عندها تكيسات، ما ينفعش. طب ممكن يكون عالي والست دي عندها لو اوفيريان ريزيرف يعني المخزون قليل، لازم اعمل اف اس اتش وال اتش عشان اقول دي عندها تكيسات ولا اللي اتش بعالي قوي عن الاف اس اتش اللي في الطبيعه المفروض يبقى نص الاف اس اتش. طيب يعني انا بشوف بنات او سيدات، يعني بنقول عليهم بنات لانه بيبقوا لسه صغيرين، بتبقى محتاره ومش عارفه تعمل يعني تعمل ايه. هو بروتوكولات العلاج واحده عند كل الدكاتره ولا بتختلف من دكتور لدكتور؟ ده بالنسبه للتكيسات ولا بالنسبه لكل للتكيسات او لموضوع تاخر الانجاب بشكل؟ بالنسبه للتكيسات ديت مشكله عويصه جدا. ليه؟ اولا الست ديت ما عندهاش تبويض. الست ده عشان يحصل تبويض الست العاديه بيطلع هرمون في النص الاولاني من الدوره اسمه اف اس اتش. الاف اس اتش بيطلع من الغده النخاميه فوق بيروح للمبيض بيقول له طلع لي بويضه عشان نعمل بها بيبي. واخد بال حضرتك؟ البويضه كل ما تكبر تطلع هرمون اسمه استروجين. الاستروجين اول ما يوصل لليفل معين يبعت لنفس الغده انا بقيت ماتيور. يطلع ال ال اتش شوت. واخد بال حضرتك؟ يطلع البويضه. في اللي عندهم تكيسات ما بتحصلش القصه دي. ال ال اتش اصلا عالي من البدايه. واخد بال حضرتك؟ الاستروجين عالي اصلا. طيب علاجها ازاي بقى يا دكتور؟ يعني اخيرا كده البروتوكول بتاع علاج التكيسات او تاخر الانجاب تقريبا بيبقى هي دايره مغلقه. اكمل لحضرتك بقيه الدايره. الستات اللي عندهم بي سي او بنسميها بوليسيستيك اوفري بيبقى عندهم حاجه اسمها مقاومه انسولين. ده بلوى سودا. اللي عندهم مقاومه انسولين دول الجسم ما بيستفادش بالانسولين مع ان الانسولين عادي في ريزيستنت. الخليه ما بتستجبش للانسولين. ليه؟ من كتر النشويات اللي الست عماله تاخدها الانسولين خلاص ما عادش ما بيفتحش، المفتاح باظ. ما عادش بيفتح الخليه عشان يدخل الجلوكوز. الخليه بتقول انا عايزه ادخل الجلوكوز. تروح للبنكرياس يزود الانسولين. الانسولين كل ما يزيد يزود هرمون الاندروجين. الاندروجين يطلع شعر. واخد بال حضرتك؟ الناس العادات السيئه بتاعتها ان هم خلي الليل نهار والنهار ليل. واخد بال حضرتك؟ بيناموا طول النهار ويصحوا طول الليل. فيه هرمون اسمه ميلاتونين ما بيطلعش غير بالنهار بالليل. الست تنام في اوضه ضلمه يطلع ميلاتونين، ده حبيب الانسولين. واخد بال حضرتك؟ يعني دي حاجات من التوصيات اللي حضرتك بتنصح بيها اي سيد ان الست تنام طبيعي. تنام طبيعي تنام بالليل وتصحى زي ربنا ما قال. واخد بال حضرتك؟ صحيح. في هرمون بمناسبه الاسترس اللي حضرتك بتقول عليه اسمه كورتيزون، مع الاسترس بيزيد جدا. ده بيزود الانسولين جدا. بيبقى ريزيستنت للانسولين. ما بيخلوش يشتغل، وبالذات الناس اللي بتاخد كورتيزون كتير وحاجات زي كده بيجي لهم سكر. ليه؟ لانه ضد هرمون الانسولين. هرمون الانسولين اذا زاد في الجسم بيزود الاندروجين. وبيروح للكبد بيقول له ما تطلعش الهرمون اللي هو هرمونات الذكوره بتبقى محموله عليه. فعشان كده هرمون الذكوره الفري اللي هو بيعمل الاساس في الشعر هو اللي بيزيد. وتلاقي الست جايه شعرها شعرها نازل. طيب احنا يعني تقريبا خلصنا فقرتنا، لكن اخيرا ايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها لاي سيده؟ خلصنا ايه؟ خلصنا الحلقه. لا لسه بدنا، لسه هنقول حاجه. يعني الحلقه مع حضرتك عدت بسرعه جدا، كلام شيق، لكن سريعا اخر نصيحه ممكن تقدمها للسيده اللي بتعاني من تاخر؟ هي بس بالنسبه للبي سي او بالذات ده احنا بنبقى مرعوبين منه. ليه؟ في العلاج بيبقى استجابته للعلاج فظيعه جدا. بيتاخد علاج هايبر، طلعت بذل بويضه 20 30 بويضه وللاسف كلهم ما وصلوش للنهايه. فهي تعمل البويضه اللي انا عايزها. واخد بال حضرتك؟ وعشان كده لهم بروتوكول معين جدا. يعني واحده اما تجي لي عندها بي سي او انا بضرب لها تعظيم سلام. واخد بال حضرتك؟ عندي كذا حاجه بضرب لهم تعظيم سلام. اللي هي بي سي او واللي عندها لو اوفيريان ريزيرف. البي سي او ده لها بروتوكول معين جدا. تمام. لها بروتوكول معين جدا. اولا الجرعه اللي انا بديها لها بديها لها بطريقه مظبوطه جدا
وفي ربنا اكرمنا في شركات طلعت لنا برضو حاجات زي حقن الانسولين كده، بندي جرعه بسيطه جدا وبننهي بحاجه معينه عشان ما تخيبرش. ايوه. وبنكنسل الدوره دي كلها، باخد الاجنه اللي طلعت دي كلها بجمتها. ليه؟ أيوه. لان جدار الرحم اصلا بيكون مش مستعد كويس. تروق وتخلص شهرين ثلاثه انت بقيت كويسه، نحضر جدار الرحم وننقلها التبويض على مره مرتين يكون عندنا كتير جدا. جميل. واخد بال حضرتك؟ ده بالنسبه للبي سي او. بالنسبه للو اوفيريان ريزيرف لهم برضو بروتوكول ثاني. واحده ما عندهاش غير بيضه بتطلعها، اعمل لها ايه؟ ومفيش قدامها فرصه، حاجه 40 سنه مثلا. اعمل لها ايه؟ هتعمل حقن مجهري بقى. هتعمل حقن مجهري. تمام. الحقن المجهري ده بتطلع بويضه، تعالي هسحب لك البويضه احقنها بحيوان منوي، اجمدت عندي جنين. جميل. تعالي الدوره اللي بعدها اعمل كمان يعني كذا سايكل، اعمل لها اجنه. اهم حاجه يا دكتور ان هم بس نفسيتهم ما تتعبش وما يبقوش مستعجلين، وزي ما ربنا كاتب لهم ان شاء الله بمساعده الدكاتره العظام، يعني ربنا يكتب لهم الحمل والخلفه ان شاء الله. انا في النهايه بشكر حضرتك دكتور عبد الحميد احمد عبد المقصود، دكتوراه النساء والتوليد وعلاج العقل وكليه طب القصر العيني. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لك يا فندم. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.